صباح الخير لكل مشاهدين الام تي في. يعني اليوم حابدأ فقرة كتاب، اولا لانه عرفت امبارحة انه خسرنا زميلة كاتبة صدفتها مرتين بكتاب، وكانت صدمة كبيرة لانه رشال من صدفتها، وهلأ كتير متأثرة عم بحكي بالموضوع. يعني امرأة كلها حياة وكلها فلسفة وعميقة، وام لثلاث اولاد، وما فينا نقول انه مش بس عائلتها خسرتها، ولكن لبنان خسر كاتبة واديبة وامرأة كلها افكار حلوة، كلها مشاعر، يعني ممكن انه تغير بهالمجتمع اللي عايزين نغير فيه. واليوم بنقول لك وداعا غشال هليك خليل، ولكن رح تبقي على طول بقلوبنا وبذهننا، وبعرفت انه عندك كتب بعد ما قصدرتيها، من هيك رح خصص لك يا غشال حلقه لإلك مع كتبك الجديده. واكيد الشاعر والكاتب هو انسان ما بيموت، بضل حي بكتاباته وافكاره. بطلب منك يا غشال تضلك عم تكتبي بالسماء لكل الملائكة اللي حواليك. وبحب كمان انتقل لموضوع شوي هيك عزيز على قلبي، هو القرار اللي طلع ضد منع التدخين. معليه عندي بس ملاحظة صغيرة، انه اليوم لسوء الحظ ثقافة اللبنانيين اصبحت السيجارة والأراجيل مش مشكلة اذا صار في قانون. هلا نحن كمان ننتقد الحكومة على طول انه ما في قوانين، والشعب اللبناني اذا ما طبقهم، اذا في قوانين ما بيطبقهم، ما في مين بيركض وراه. ولكن معليه لازم نتعود، نحن مش ناقصنا كشعب لبناني اي شيء، انه نتعود يكون عندنا قوانين، نتعود انه نحترمهم، وخاصة قوانين هي بتحافظ على صحتنا. يا ما في ولاد عم تنأذى، يا ما في ناس عندهم مشاكل صحية مثل أكيد الربو وغيرها عم بيتأذوا. معليه الناس بتروح المطاعم تتاكل أولا وبعدين بيجي الأجيلة والسيجارة، هي مش آخر العالم. نحن كمثقفين لازم نرحب بهيك قانون. واليوم بدي اتشكر ضيفي اللي سمح لي اخذ من وقته دقيقتين لحيي زميلي توفت. معك تماما، انا بعزيك وبعزي عائلتها وبعزي لبنان كمان. انا بتشكرك، بحب رحب باستوديوهات الام تي في بكاتب رائع رح نكتشف سوا عن حياته وعن كتابه، اللي شو بدي اقول، يعني هو تحليل لهاللبنان اللي بلد العجايب فينا نقول. عن جد كلود حايك اهلا وسهلا فيك. يعني انا بحب اقول انه اكتشفت كاتب رائع لما قريت كتابك اللي اسمه غريب، رح نحكي عن اسمه. سون فلاتي. نو، سي لا موان دي شوز، يفو دير كو سي ان ليف اكسبسيونيل. بحب اكيد اعرف المشاهدين على حضرتك، ونرجع اكيد نغوص بهالكتاب اللي افاقه كثير بعيدة. كلود حايك من مواليد مغدوشة سنة 1965، وحضرتك مهندس فيزيائي متخصص بمجال الفيزياء والرياضيات، ومن جامعة إيكول بوليتكنيك دو لوزان بسويسرا. بسويسرا اللي قعدت فيها 15 صحيح سنة. صحيح. ونحن نتشكرك انك رجعت، اهم شيء. وحضرتك استاذ جامعي بعدد كبير من الجامعات، من الجامعة اللبنانية والأديب. صحيح. وايضا مسؤول عن قسم الفيزياء بمدرسة لويس فيغمان. صحيح. ببيروت. ولأول مرة بتصدر كتاب لولو باباو. لكاتب كودو باسيا. اللي هو انا. اللي هو حضرتك. رح نحكي ليه الاسامي المستعاره، واكيد اللي هو تحيه لابنك كلكو بار. مزبوط مزبوط. صحيح. اللي تنطلق منه
طبيعي تتحكي عن فلسفة وعلم اجتماعيات كمان. هلا كمان بتسميه فركوش بال فردكوش فردكوش بالكتاب. وشو اسمه؟ فريدريك. فريدريك، تحية لفريدريك اللي عمره 11-12 سنة، هلا صاروا 14 من عمر ابني. اها إذا كان تحية له المراهق الولد. خلينا نسألك عن، يعني بتقول بأول الكتاب إنه بالسي في تبعولك قلت إنه من الهوبي تبعولك هو لا كوميونيكاسيون افيك لي زوت، التواصل وخاصة التواصل على مستوى فكري وعلى مستوى مشاعر أيضا. طبيعي. قد إيه حلو كلود إنه اليوم لسوء الحظ ما بقى في أي نوع من التواصل، خاصة التواصل الفكري والمعنوي واللي أكيد بيرافقه إحساس. صحيح صحيح. أنا بقول بمحل من المحلات بالكتاب، مع أنه شوي خارج عن الموضوع تبعنا هذا، أنه الإحساس أو السنتيمون هن البول أتراكتور لكل شيء بحياة بعض الناس. نعم. ويلي هن أنا منهم، يعني أي شيء بدي أعمله إذا ما في إحساس بالقلب تبعه أنا بحطه على جنب، ما بيعني لي. نعم. أنت إنسان يعني عندك شغف وبتخفيه بك لباسيون. صحيح. بحب الباسيون، هيدي كلمة سنترال بحياتي. صحيح. فحلك وحل هذا الشيء منشوفه بيها الكتاب الرائع. أولا خلينا نحكي شوي عن الأسامي المستعارة وعن هال فينا نقول العنوان الغريب. ايه؟ يعني وقت واحد شوف كودو باتيا وكتابه لولو باباو، أو شو بيقول أكيد مش لبناني، شيء أفريقي هيك، وأنه أكيد لولو باباو بغير لغة. هيدي لغة الأطفال. لغة الأطفال اللي هي أنت قلت هي جملة كان يقولها ابنك وصغير. صحيح. وبتعني الضوء، بتعني أنه عطول البحث عن الضوء وين ما كان. نعم. فسرنا أكثر. نعم عن هذا العنوان وليش ليه الاسم المستعار. طيب خلينا نبلش لكن بالاسم المستعار يلي منه فعلا مستعار، انا مسميه هو بسودونيم. لانه الكودو بالعائله في من خي ساري هو وصغير ما كان يقدر يلفظ اسمي، كان عيط لي كودو بقى، ودرجة بالعيلة كلهم بعيطوا لي كودو وصار اسمي كودو ضمن العيلة. نعم. الباسيلا قبل ما نصير نحن بيت الحايك، يعني أولاد الحايك، كنا بيت باسيلا. وبيظهر جد من جدودنا كانت مهنته الحياكة وصرنا أولاد الحايك. بقى بالنهاية منه اسم مستعار فعلا، لكن هو عائلتك، أصل عائلتك هو فعلا هيك. وهذا الكتاب مع أنه كتاب شخصي وكتاب عائلي بالنهاية، يعني سمحت لنفسي انه استعمل اسمي العائلي. نعم. اللي هو كودو باسيلا. نعم. ومثل ما قلنا انه لولو باباو هو جملة كان يعطول ابنك. صحيح. لما كان صغير كان يحب كتير يشوف القمر. وفي مرة كنت حامله، كنا على البلكون ببرمانة على التراس، بقى القمر كان بشكل هلال وهيدي الصورة المرسومة جوا. نعم. بقى كان توتر كتير وصار يدل على القمر وانا ما اعرف شو عم بيقول لي، ويقول هالجمله لولو بابا او. بعدين اخذني لمحل في الفأسة تبع الضوء، فكروا انه بيضوي القمر بالفأسة، كان صار يدل بفأسي على الضوء باصبعه الثاني على القمر ويقول لي لولو بابا او، يعني بابا انه بيو وضوي الضوء. ضوي الضوء، هيدي معناتها. كان طنين طفل يعني. اي 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 ما كان. نعم. يعرف يحكي بعد بين. نعم. سنة وسنتين. نعم. وايضا بنعرف انه بالكتاب هو كتاب يمكن اذا واحد بلشنا فيه هيك بيقولوا هيك مهضوم، ولكن بدي شبهك للكاتب فينا نقول ساج الحكيم، لانه اخذت هيك اشياء مستعاره ومهضومه، ولكن الكتاب بقلبه اللي بيعرف يقري في تحليل للمجتمع اللبناني والسياسة اللبنانية وكل شيء عم بيصير فينا، اللي نحن بنصير نفكر انه طب ليش هيدا بلد العجيب، طب ليه هيك عم بيصير فينا، ليه على طول المشاكل هي ذاتها. عن جد تعطي تحاليل
كتير مهمة وحلوة وطريقة كتير سلسة. بأول فصل لتواسان بتحكي بتحلل موضوع اجتماعي سياسي بلبنان وبتقسمه إلى ثلاث أقسام: الضيعة وسكانها، الضيعة وأبرشيتها، الضيعة وبلديتها. وبتشبه كأنه الضيعة هي فيها تكون لبنان بذات الوقت. خبرنا أكثر عن هالتشبيه وهالتحليل أكيد بطريقة سريعة لأنه عندي كتير أسئلة. هي نوع من مقاربة جديدة لقراءة الوضع اللبناني. اليوم عندنا القراءة السياسية التقليدية يلي منعرفها ما بتصور بتوصلنا لمحل كتير بعيد. هون حاولت اني اقترح قراءة بسميها لكتير بار لوبا، بمعنى انه بنطلق من تحت وطلوع بدل ما انطلق من فوق ونزول. يعني حاولت اني افهم شو عم بيصير على مستوى ضيعة او ضيعة. الثلاثة سين مأخوذين كارن كل سين من ضيعة مختلفة، بيقدروا يكونوا بأي ضيعة بلبنان او حتى اي ضيعة بالعالم الثالث. محل المحلات بقول انه سي باز يعني سبيسيفيكمون ليباني، ان باي سو ديفلوب. فوالا هيدي هي. بقى بنطلق من هالثلاثه لشوف انه كيف نحن حتى على صعيد الضيعة الوحدة نحن عايزين ندير شؤوننا بشكل كويس. اكيد. ومن هون بنطلق للمستوى الاعلى. هيدي اول مديتاسيون بعملها، انه اذا بنشوف الوضع اللبناني ككل منلاحظ هو نفسه وضع الضيعة ولكن مضروب بفاكتور ديشيل حوالي 1000. لأنه بلبنان يمكن في 1000 ضيعة مثل هالضيعة اللي عم نحكي عنهم، في عدد سكان بيساوي تقريبا 1000 مرة عدد السكان بهالضيعة. وإذا منضيف عليه بعض تعقيدات يعني إقليمية ومن ناحية التركيبة اللبنانية، عندنا صورة كتير واضحة شو عم بيصير بلبنان. صح. على كل حال هيدي يعني طريقة الفلاسفة اللي هن اخترعوا الرياضيات. يعني إذا لاحظنا تي ان بو لو ستيل تري كارتيزيان اللي فيك تحلل فيه أي أمور سياسية اجتماعية. صحيح. إذا بس بين هلالين، الابروش هيدي منا ابروش اوريجينال اذا بدك، هيدي الابروش مستعمله دائما بالعلوم. نعم. يعني لما انا بشرح درس بالترموديناميك اول سؤال انه على اي ايشيل جو دو مي بلاسي مشان اشرح هذا الموضوع. يعني في عندنا الايشيل ماكروسكوبيك، عندنا الايشيل ميكروسكوبيك والايشيل ميزوسكوبيك. بقى هون الانطلاقه كانت من الميكروسكوبيك نحو الماكروسكوبيك. بينما بالعكس عندنا بلبنان اجمالا بنبلش بالماكروسكوبيك وبنبقى بالماكروسكوبيك. يعني انا بدي فرجي كمان شيبان مهضوم كثير نحكي عنه. اللي بدك تفصلنا عنه شوي لجينيالوجي دو لا نورمال. عجبتني. سرقتها من نيتشي. وبس فصلتها على الايشيل اللبناني. تفصلنا عنها اكثر، علما انه بدي اقول انه كل الكتاب مرتكز على نظريه علميه. واحد لازم يعرف يفكر مثلك، يعني انت بدك العالم تشوف الاشياء من اولها لاخرها، مش تشوف من فوق من مشكله وبعدين تشوف شو. بنبلش من تحت تفهم ليه وصلت لها. يعني هذا اقتراح اذا بديك مشان نقدر نفهم الاشياء، انه نبلش مره من تحت وطلوع مش من فوق ونزول. ولا هيدي ايدي سنترال بالشابيتر الاولين. وهل الشيما اللي فرجيتوني على الشاشه؟ الشيما هذا بالشابيتر 2 هو محاوله نحط ستركتور للمشاكل من عيني منها بلبنان. يعني اليوم بنلاحظ دائما منحط الحق لنقول على الغير الطائفيه. لنقول او الاشياء هيك هي سبب المشاكل، على المال السياسي، على عده اشياء. انا بحاول بين هون انه هودي منن المشكله. بالرغم من كل سيئاتهم بس هودي منن المشكله. هودي انا عامل، اذا شفتي كارين في عندنا اثنين نيفو بهذا الاورجانيغرام. في عندنا النيفو يلي هو السيمبتوم يلي دائما بنحكي عنهم. في عندنا نيفو اسمه باثولوجي. المرض. فوالا. نحن دائما اون ساتاك على السيمبتوم.
اذا بتحاولي دائما تداوي السيمتوم ما رح تتقدمي كثير. بدك تداوي المرض مثل ما هو. وبعطي عده اكزامبلات انه لازم نوقف نحن نضرب على السيمتوم دائما ما رح نوصل لمحل. بدنا نحاول نبلش بالباثولوجي، بالميديسين بيعملوا هيك، بالبسيكوثيرابي بيعملوا هيك، بعده بتجرب تعطي حلول كثير علميه بتزبط على اي شيء فيها تزبط كثير على المشاكل السياسي. اصلا السياسي هي علم والاجتماع هي علوم ايضا، طبيعي يعني هودي لازم نحكي فيهم بطريقه كثير واعيه وليس طبيعي. مشاعر و طبيعي اكيد. جيت اذا بتسمحي لي بس هيك شغلي اون باسون، انه السياسي بالمعنى العربي فيها كونوتاسيون سلبيه. من هون يمكن احد الاسباب اللي دعاني اني اكتب بالفرنسي مش بالعربي. نعم. انه الفكرة السياسية بالعربي انه ساسة الخيل والسايس والى اخره، فيها شيء ازعاج، فيها شيء مذل انا بتصور لها. بينما باللغات الاجنبية اللاتينية او الجرمانية، مثلا اذا بتاخذي باليوناني بوليس هي المدينة. صح. بس في كمان شغلة كتير حلوة انه السيتويان باليوناني هني بوليتا، يعني النصون هني اللي بيعملوا سياسة. على كل حال كمان منلاحظ انه بالفصل التالي منلاحظ الرائع انه بين كل فصل في تسلسل كتير واعي. يعني اذا بنقرا الكتاب من اوله للاخر كانه عم نحل بروبليم مع فورماسيون بروفيسيونيل يمكن. وبتقول الى اين؟ الى اين؟ يعني اليوم نحن بالمجتمع اللبناني انت بتلاقي الى اين؟ كمان اول شابتر كان هدف منه هو كيف. نعم. واقترحنا طريقه للقراءه. نعم. الشابتر الثاني هو لنقول لي. نعم. لما رجعنا للماضي وحاولنا نرجع نبني نفسنا ونحط ستركتور للمشاكل اللي عندنا. نعم. الشابتر الثالث هو لوين وايمتى. نعم. هو اهم شيء المستقبل. فوالا. بقى بحاول انه هون يعني الفت النظر له انه نحن بالطريق اللي ماشيين فيها اذا ناخذ مقارنه مع بلاد تانية قريبه لنا. نعم. وحكيت عن بلد سويسرا. نعم. لانه بعرفه اكثر من غيره. نعم. من ناحيه. نعم. من ناحيه ثانيه لانه التركيبه الداخليه تبع سويسرا بتشبه التركيبه الداخليه اللبنانيه، ولانه المحيط السويسري بيشبه كمان شوي المحيط اللبناني تاريخيا. ولكن الفرق انه هيدا بلد ما بيصير في حرب بحياته. فوالا. ونحن اكلينا بهالحرب. فوالا. مع انه اسمنا سويسرا الشرق. سويسرا الشرق. هون بحاول بين وين نحن سويسرا الشرق. نعم. مش بس بالسكري بانكير وبالجبال وبالثلج. فوالا. بقى بتروح الى اعماق بعد اكثر. بتقول بباج 65 او ريغارد لي ليدرز بوليتيك nous avons beaucoup à gagner si nos dirigeants politiques conduisaient moins comme les chauffeurs de van et apprenaient à conduire comme les pêcheurs. ليه السياسيين لازم يسوقوا مثل الصيادين؟ ليه مش مثل شوفريت ال اكيد مش لبنان يعني بلبنان الخوتين وماشيين. لانه في هون الفرق الاساسي هو التالي. الصياد هون اخذ صوره من طفولتي كمان. نعم. كله الاشياء مأخوذة من الشخصية. نعم. كثير من ذاتك. اي طبعا on est toujours égocentrique. هذا ديفو بس ما عليك. il y a toujours un point de départ, c'est toujours nous. voilà. c'est bien, au moins on se connaît, on apprend à se connaître. يمكن هيك ما حطيت الكتاب للبيع لانه بعتبره كتاب كثير شخصي. نعم. ان توكا الصياد هو طالع من البور بصيدا كان دائما راقبه بيكون ظهره للبحر وعم يطلع من البور عم بيقدف منه شايف وين رايح. هو عم يعتمد بس على اللي شافه قبل. هي بينما شوفير الفان بيقلع بس قدامه وما بيطلع بالمراية. نعم. يعني الماضي ما بيعني له. نعم. ولهالسبب بتصور انه شوفيرية الفان بيعملوا اكسيدنت اكثر بكثير من الصيادين هن طالعين بالشخصورة. يعني لازم واحد يكون في عند السياسيين مراقبة للتاريخ ليعرفوا يستفيدوا من الاغلاط وما يعيدوا يعيدون زيتون ويعرفوا طبيعي. لوين طبيعي. لازم يروحوا دبلوماسيا اكيد. بتقول ايضا عندك هيك بيان رائع بباج 24 ليبان ساد نيوتن بتقول عن التكيف والتغيير. انه اول لبناني بده
يتكيف ويصطفل وهذا الشيء اكيد هذا اللي عم نعمله وهذا الشيء كارثه او بده يتعلم يغير خبرنا يعني هذه انا جو كوا كو سا سي لو سومي دو فوتر لي اه بس لاقول شغله التكيف ممكن يكون شغله كثير حلوه نعم بس مش مش تكيف على الشيء الغلط سي سا يعني القدرة على التكيف مش دايما لمصلحة اللي عم يتكيف نعم وبعطي مثل حيوانات سيكا أخذون على جزيرة نعم وكان عددهم حوالي 5 أو 10 نعم هذا المثل أخذته من بوريس سيرليني العالم النفسي اللي أنا استضفته من كم شهر بلبنان رائع بيحكي ولا. كتير عن الريزيليانسيون ايه فوالا فوالا تبع الريزيليانس كتير حلوة نعم بوريس سيرليني فوالا بقى هودي الحيوانات قدروا يتكيفوا بشكل أكثر ما متوقعين لدرجة أنه تكاثروا كتير وبعد فترة قصيرة من الزمن صار عددهم حوالي 300 فخلصت الرسورس اللي بيقدروا هن ياكلوا منها على الجزيرة مصادر العيش مصادر العيش وبالتالي صاروا يرجعوا يتضاءل عددهم كان رح يوصل على الإكستنكشن عن جديد يعني قدرة التكيف الكبيرة تبعيتهم قضت عليهم يعني هيك هيك هذا المثل في في يطبق على الشعب اللبناني ولا انه كلكو بار لازم نوقف انه نتكيف مع اي شيء نحن نتعلم انه فينا نغير امور ولا لازم نقول انا هون ما بدي ما بنحب نغير نحن اذا اجى شيء قانون تيغير باد هابت او هلا حضرتك حكيتي قبل شوي ادمان معين مش منيح طبيعي ايه مقيمتهم يعني ما بيصير لا بشكل عام الانسان محافظ عنده خوف من التغيير ولكن لازم يوصل لمحل يقول هون المحافظة هي الخطر علي والتغيير ممكن يخلصني نعم حلو كتير كمان بتقول بصفحة 130-131 عن الثقيفة عن الثقيفة لكلتشير ومشكلة الثقيفة بلبنان انه هالمشكلة كمان مشكلة صعبة مثل مشكلة صحية هي ذاتها وانه ما فيها مشكلة الثقيفة بلبنان تنحل بكم يوم بدها وقت طويل طبيعي. خبرنا شوي انا هذا بهمني كثير خاصه بفقره كتاب عن مشكله الثقافه بلبنان اوكي مشكله الثقافه انا بقترح هون تكون هي الباب لانه نطلع من الازمه نعم أوه. لانه الثقافه هي بتبلش من تحت الثقافه منه شيء بتقدر تفرضيه من فوق نعم. في دول حاولت تفرض الثقافه من فوق بعد وقت قليل فشلت والثقافة هي مشوار طويل نعم مشان هيك السو تيتر تبع الكتاب نعم طالابر ان اتندون لا بلين لون دو 2144 نعم. يعني فوالا بقى بالنسبة للثقافة بعطي مثل بمدرسة صار بدل انه إدارة المدرسة حاولت تعمل نوع من توعية مدنية وانتخابات لديليجي بالصف إلى آخره وهذا الشيء فشل تماما بالرغم من كل التحضيرات اجت نتيجة التصويت للأولاد مع المبارزة ومع الدعوة ليصوتوا لبرنامج مش لشخص وإلى آخره وتصويت سري وهذا اجت متطابقة مع التوزيع الطائفي بالصف لأولاد عمره 12 سنة هذا الشيء منه حلو وبينذر على مدى طويل بشيء منه حلو إذا أولاد 12 سنة عم بيصوتوا طائفيا يعني كيف بدهم يكبروا بأي عقلية وبأي تفكير وجمالا نحن بنصير طائفيين مع الوقت بنصير نتعلم ونشتبع خاصة إذا عايش بمجتمع بيقودك إلى ذلك يعني ولا. أكيد ولا. بقى الثقافة أنا بتصور هي الباب وعاطي عدة أمثلة كيف الثقافة ممكن تعطينا مناعة كيف الحديد بشكل كتير بسيط الحديد بتحطي له 0.5% من كربون بتغير كل البروبريتي فيزيك تبعونه ان كان ترميك او اتسيتيرا هذا التشبيه اللي بعمله بالنسبه للثقافه بس على كل حال شيء جميل جدا ونحن بلاقي انه الثقافة مثل ما حضرتك قلت باب الى كل الحلول من هيك على طول بنقول انه السياسة الثقافة السياسية هي اللي رح توصلنا الى حلول صحيح ونرجع على الهوبي اللي بتحبه كتير التواصل الفكري هيدا بيوصلنا الى السلام اكيد تقدم الكتاب الى والدتك وماري تحية إلى اللي هي بتسميها بأم كل يعني أم كل أخواتك شو بتعني لك الأم
لحدا هالقد مفكر عميق في يقول ميرسي ومحلل سياسة اجتماعي. يمكن احد الاسباب يلي كرماله كتبت الكتاب هو سيتي بور روندر اوماج à ma mère et à Marie en particulier. Il y a ni maquin le hadaf de notre coune ummi. Non. Voilà. Non. La Marie, il y a ni la شخص Marie. Non. Ou بالواقع هذا شخص يعني أثر كتير بحياتي. بس خليني ارجع لقصة ام راندا وام كلود وام وسام و نعم لانه خلص وقتنا سريعا تري رابيدمون بس هون في ان سورت منها جوستيس انه دائما بنسمي البي او الام باسم الولد البكر يلي هو انا بالعائله نعم الاخوه كمان بحني كمان نعم. علما انه مثلا انا اختي الكبيره هي اللي عملت امي ام وعملت بي بي فان سورت دو لو روندر جوستيس كلكو اكيد فوالا حال تحيه لكل الاهالي شكرا اللي بيربوا تربيه صالحه مثل أهلنا تحية لهم وكلود حايك كانت مقابلة رائعة كودو باسي يا لولو باباو لازم يكون بكل بيت تحرير سياسي اجتماعي رائع أنا بتشكر أنا بتشكر كتير كمان بعد زودنا بكتب جديدة في شيء على الطريق يمكن إن شاء الله لازم مشاهدينا الكرام أنا بودعكم وبشوفكم نهار الخميس